إن من دواعي سموني أن أكون معكم في هذه المناسبة السعيدة، وإني أدرك أن الكثيرين منكم قد قطعوا مسافات طويلة ليكونوا معنا اليوم. إننا نجتمع اليوم قضية تحقيق هذا الالتزام، وذلك من خلال إطلاق برنامج الأولويات الخاص مدارس الأطفال الموحدة. Great emphasis on education, on top priority, inspired by the vision of late Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan and his words, I have a strong belief